بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالجميع في قناة ليندا ياسمين للطبخ. اليوم روتيني مع رمضان بديته بالشوربة. درت طبق رئيسي، درت مثوم باللحم يعني مرقة حمراء، درت طاجين لحلو هاولي كما راكم تشوفوا يعني في منتهى الروعه، وزدت حميص بالفلفل المشوي والطوماطيش، زدت مع الاخر فطير يعني جا هايل ورائع ما ناكلو مع الشوربه. ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو، ابوني باش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي وفرجه ممتعه. بسم الله، اولا نبدا نعطيكم مقادير تاع هذا المثوم. عندي هنا طرف تاع اللحم راح ندير بهم المرقه، عندي حميصه راهي يعني طيبه نص طياب، عندي راس ثوم مسكرفج، ليبولات نسحق لحم مرحي، عندي حبه بيض، راح ندي مغرف ولا زوج تاع لاشابلوغ. والتوابل نحتاجو فلفل عكري، فلفل كحل، ملح، سمن والزيت. نجوزو مباشرة لطريقة التحضير. بسم الله، دير هكا نص مغرف كبير تاع سمن، نزيد عليها هكا ثلث مغارف تاع الزيت، نخلي حتى يذوب ويسخن الزيت، ندير اللحم. هكا دوك ندير طرف تاع اللحم، نخليها هكا يتخلى شوية في الزيت. دوك هكا كي تخلى لي مليح اللحم راح نزيد الثوم، نخلي شوية هكا الليبولات، نزيد حبة طوماطيش مسكرفجة، وندير عليه الفلفل الكحل، نزيد الملح، هكا نص مغرف فلفل عكري، نزيد نص مغرف طماطيش مصبرة، هكا ونخلي هكا اللحم يتقلى مليح مع التوابل. دوك هكا كي تقلى لي مليح اللحم دوك نمرق ونخليه يطيب. هكا قسمي تغطى لي اللحم باش اللحم راهو اللحم تاع البقري يشد شوية طياب. هكا خلاص، هكا دوك نجوزو باش ندوزو الليبولات اللي راح نديرهم في المثوم.
هكا درت مع الاول الملح، نزيد الثوم، لازم الثوم، ندير هكا مغرف معمر مليح على شافور، نزيد نص مغرف تاع الزيت، نزيد الحبة تاع البيض، دوك ندير التوابل، عندي هنا فلفل كحل راح ندير منه شوية، شوية فلفل كريم هكا ماشي بزاف، ندير الملح، هكا ندير نص مغرف تاع الماء ليجينا به الحشو طري ميجيناش يابس، هكا نستعمل يدي باش نحرك هاد اللوازم كيف كيف. بسم الله، دوك كي حركت كاع اللوازم مع الملحين توابل عفوا، نسيت الكمون، راح ندير شوية كمون هاوليك، هكا نص مغرف صغير ماط ماشي تاع قهوة حليب، هكا الكمون يعطينا المثوم ذوق رائع، أنا نسيتو، هكا نضيفو مع اللخر، من في المرقة ما درتوش، راح نديرو ثاني في المرقة، هكا نحرك كاع مليح. هكا خلاص دوك نبدا نكون في البولات، هكا نكوروهم مليح باش ما يتحلولناش في المرقة، هكا بهذا الشكل يعني متوسطين ماشي كبار ماشي صغار. بسم الله، هاوليك دوك اللحم كي نشدو هاكا نلقاوه طاب، خلاص نديرو دوك ندير الحميصة، يعني برك باش تكمل مع اللحم اللي هولات، هاوليك دوك راني كملتهم، هاوليك مسح كي نروحو نديروهم في لاصوص دايما نعاودو نديرولهم هاكا باش يحافظولنا على الشكل تاعهم. كي نحطوهم في الطبسي يهبطوا شويه، بصح هكا كي نروحو نديروهم في المرقه دائما نعاودو نكوروهم هكا نسقموهم مليح. دوك نعطيكم مقادير تاع هذا اللحم الحلول، اللحم الحلول اللي راح نديرو باللحم، عندي هكا هبره تاع اللحم غنمي، عندي الفواكه الجافه، عندي زبيب، يعني خيرت هذا النوع طويل وكبير شوية ماشي كيما هذاك اللي نديروه في الطعام، عندي مشماش هاوليك مجفف، عندي العينة ثانيت هاوليك، أنا ما دوكا هاكا مازال ما غسلتهاش من بعد راح نغسلها، عندي كاس سكر، كاس ماء زهر، عندي ملح وسمن، وعندي شويه تاع اللوز ريحه نحمصو في شويه زبده نديرو مع الاخر للتزيين،
نجوزو مباشرة باش نحضرو الحمل حلو تاعنا. بسم الله، عندي هكا قسم مغرف كبير تاع السمن، لازم الأطباق تاعنا التقليدية تطيب بالسمن. هكا تعطينا، يعطينا بنة على بنة ما شاء الله. هكا نخلي السمن حتى يذوب. هكا دوك كي ذبت ذاب لي السمن، ندير الحم. ندير هاد تاع خرطة، هانديك هاد هكا يكون شوية كبير. ندير عليه شوية تاع الملح، يعني ماشي بزاف. الحم الحلو ما نديروش فيه الملح بزاف، غير هكا رشة خفيفة برك. هكا نخلي الحم يتخلى مليح هكا في السمن. هكا هاديك هكا كي تخلى شوية الحم، راح ندير عليه مغرف، مغرف هكا تاع السكر، يعني باش يعطينا شوية حلاوة للحم كي يكون يطيب. مع اللخر طبعا راح نزيدو الكاس هذا في العبر تاع الكاس. هكا دوك نمرق هكا حتى يتغطى لي الحم. هكا نزيد شوية ونخلي الحم يطيب. هكا ما نمرقش بزاف الماء باش تبقى لي مع اللخر، تبقى لي الكمية برك اللي نحتاج. هكا يعني الحم الغنمي ما يشدش بزاف طياب، بالخف يطيب. هكا نضرب طلة على المثوم تاعي راهو يطيب، يعني نحركو كان هكا، نهزو كان هكا، ما نحركش بالمغرف باش نحافظ على الشكل تاع لي بولات باش ما يتفتحوليش. هكا يعني راهو قريب يطيب. دوك نجوزو للخضر، الفواكه الجافة عفوا، راني غسلتهم مليح حمليك، الزبيب والعينة والمشماش. هكا ريحان هنا عندنا زوج طرق، كاين اللي تحب تدير الفواكه الجافة تاعها في الماء سخون ويتشمخو يعني حتى يولو الحبات طريين. انا نحب الطريقة تاع التفوار، نفور الفواكه تاعي حتى يطرا ونشوفوهم هكا خلاص ما بقاوش يابسين، نحوهم. دوك هكا باش نعرفو بلي العينة خلاص راهي يعني طابت ولا تشمخت مليح، نلقاوها هكا طرية وتنفخت. هاي ليك ثاني راهو المشماش ثاني راهو طاب. دوك نطفي عليه. دوك هكا نشدو هكا مرصو تاع الحم، و الى شفناه هكا خلاص يعني راهو طاب، هاوليك يعني راهو طيب زبدة. هكا نحيه من المرقة. دوك هكا كي خلاص نحيت الحم، ندير المزهر. هاوليك عندي هنا كاس ماشي معمر مليح تاع مزهر. دوك اللي تحب ذوق المزهر يكون في الحم الحلو شويه قاسح ديرو كامل، واللي ما تحبش بزاف دير المزهر هكا كميه يعني مليحه، تنقص من الكاس. كيما انا رايحه ننقص منه شويه، رايحه ندير زوج مغارف مع الاخر للنكهه تاع الحم الحلو، ونخلي الباقي. هكا نخلي
هكا ربع تاع الكاس. كاين اللي ما يحبوش الذوق هذاك تاع المزهر كي يجي بزاف، الكاس تاع السكر راني درتو كاع هكا. دوك نحرك حتى يذوب لي السكر مليح، نخلي المرقة تغلى هكا طيب حتى تجمر شوية، ماشي تولي ثقيلة ثقيلة هكا شوية، واحد العشر دقائق هكاك وهي تغلى، بعد نزيد الفواكه الجافة. دوك هكا عندي مقلاة راح ندير فيها نص مغرف مارغرين، هكا نخليها حتى تذوب وندير الجوز المحمر شوية. هكا عندي هنا كمية هكا صغيرة تاع اللوز، رايحة نحمصو هكا بشوية زبدة باش يعطيني هذاك اللون الذهبي من بعد نحيه. هاوليك دوك اللوز خلاص، هاوليك راهو تحمر هكا خلاص نطفي عليه. لاصوص خلاص هكا راهي عرفت. دوك ندير المشماش لا دوك رايحة ندير المشماش هو الأول. هكا يعني راهو شاد روحو كي فورناه، يعني مازال يعني مازالو هكاك حبات، صح كي نديروه في الماء يتخسر الشكل تاعو، هكا كي نفوروه أحسن يعني الطريقة الأحسن. نزيدو زبيب هكا ونزيدو العينة هكا من فوق، يعني ريحتو راهي تشهي ما شاء الله روعة. هكا دوكا في هذه المرحلة ما نحركوش بالمغرف هكا باش يبقى لنا الطاجين محافظ على الشكل تاعو. نزيدو هكا غير هكذا هاك. دوك نزيد الحم هاكا من فوق باش يتنكه بهذيك البنة تاع المزهر والسكر. نبقى لنا هكذا تطري، يعني ما راحش يولي لنا يابس، خاطرش ما طابش من الاول، ما طابش السكر، درت غير شويه باش يتنكه برك هكا. دوك نخليه هكاك خمس دقايق وهو يغلي هكا مليح، يعني النار راهي متوسطة، خمس دقايق ما نزيدلوش. الطاجين تاعي الطاجين المثوم راهو طاب، راني طفيتلو. دوك نجوزو باش نديرو شوية حميس، نديرو مشوي هكاك طوماطيش وفلفل والثوم، رايحة نشوي باش ندير حميس ان شاء الله. عندي هنايا شويه خضار هكا راح ندير بها حميس مشوي، عندي الفلفل الحار راح نديرو هكا مع الفلفل الحلو، عندي طماطيش حبه كبيره هكا طماطيش، وعندي راس تاع الثوم راح نشوي راح نشويهم كاع بعد ندير بهم الحميس. هكا دوك ندير الفلفل المشوى مما الثوم ثاني كيف كيف رايح نشويه
هذا دوك يطابو كاع الاطباق تاعي. رايح ندير فطير باش ناكلو به الشوربه ان شاء الله. عندي هنا واحد الكيلو وطل هكاك، بسم الله، واحد الكيلو وطل هكاك تاع السميد. راح ندير عليه الملح، عندي كاس هكا معمر زيت زيتون، لازم الفطار زيت زيتون هكا، اللي ما عندهاش دير نص نص يعني يجي ثاني بنين. بسم الله، دوك هكا ندخل مليح الزيت في السميد، يعني نرفقوا الشوربه بالفطار، بزاف اللي يحبوا هكا مع الفطار. هكا دوك نشمخ بالماء، العجين تاعي ريح بعد ما قسمتو كاع خبزات. هاوليك دوك نفتح فيه هكا، ندير هكا خبزة على حساب الطاجين تاعي، ندير هكا شوية سميد من تحت. هكا خلاص دوك نديرها طيب، يعني درت الطاجين راهو سخون، دوك نديرها طيب. وهكا نثقبها هكا بالفرشيطة، هكا كي نثقبوها طيب لنا مليح من الداخل. ها هي مائدة رمضان ليندا ياسمين لهذا اليوم إن شاء الله. درت فيها أطباق تقليدية يعني في منتهى الروعة. هاوليك درت شوربة فيرميسال يعني شوربة رمضان، هاوليك شوربة رائعة يعني راهي ريحتها تشهي. درت كطبق رئيسي مثوم بلحم مرقة حمراء، يعني طبق رائع، طبق تقليدي 100%. درت طاجين الحلو، هاوليك أمامكم درت فيه اللحم، درت فيه زينت الطبق هكا بشوية تاع اللوز، حمصتو بشوية بشوية زبدة، يعني طبق رائع. جات لاصوص تاعو خثرة هايل يعني رائع. كملت درت حميس بالفلفل الحلو والفلفل الحار، يعني جاني شوية الفلفل جا شوية حار، قررت ان نديرو هكا مزيج بين الحلو والحار يعطينا يعني ذوق رائع. هكا بزيت الزيتون وزينت الطبق هكا بحبات زيتون اسود. مع الاخر درت فطير باش ناكلو هكذاك سخون مع المغرب. هاوليك فطير يعني جا مبسس رائع، هاوليك رائع يعني روعة. صحة فطور الجميع، نتمنى انو هذا الاطباق عجبوكم ان شاء الله. جربوهم واكيد ما راحينش تندموا ان شاء الله، لاني الوصفات اللي نمدها لكم نسييها من قبل ما نديرها على اليوتيوب، يعني وصفات موثوقه. نتمنى انهم يعجبوكم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو وابوني باش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي. وصحه فطور الجميع مره ثانيه، والى الملتقى ان شاء الله.